القيم بتاعته الخاصة بيه، ووفرة القيم دي بتمثل له ثروة. يعني أنا لما عندي النجاح شيء مهم، ويبقى عندي نجاحات كتيرة في حياتي، أنا عندي ثروة من النجاحات. لما يبقى عندي حب، وأنا الحب شيء أساسي في حياتي، ومش هحس غير بالسعادة غير لما بيكون حواليا ناس بيحبوني وأنا بحبهم. فلما يبقى عندي وفرة من الحب ده ثروة سعيدة طبعا. فموضوع الثروة ما بقاش زي ما بنقول هو الرصيد ولا الممتلكات، لا، المفهوم بقى مفهوم عام، وبيخلينا نحب الدنيا اكتر طبعا. لان لما بنقول نبص حوالينا ونشوف احنا قد ايه حوالينا ثروات، مش ثروة واحدة، لا، هنلاقي ثروات. كل انسان عايش كأنه سمكة في محيط من النعم. يعني حقيقي لما بيبص ويبتدي يركز على حاجة من اللي حواليه، هيبص يلاقي كده. الموضوع بتاع ان احنا نبتدي بقى ايه بقى القيم دي وننظمها ونرتبها ازاي، في 7 اركان في حياة البني ادم. الركن الروحي والركن الشخصي. الركن الشخصي بيتكون ما بين الصحة و شخصية الانسان وتنمية شخصيته، وبعدين في الركن العائلي والاجتماعي والركن العملي المهني والركن المادي. يعني احنا بنبتدي نصففها وننظمها على السبع اركان دول يكونوا متساويين، توازن، لانه في ناس كتير قوي بتهتم باثنين مثلا منهم وتنسى ثلاثه. حد يهتم جدا بشغله ويدي كل تركيزه لشغله وينسى بقيه الحاجات. طب انا هسالك سؤال. هسالك سؤال كده انت وسمر، انت لو انت عندك شغل هايل وجميل ومركز هايل وفلوس عظيمة، ولكن في شوية عدم توازن في الصحة، هل هتبقي سعيدة؟ لا أكيد لا طبعا. هل أبقى مش قادرة حتى أعمل كل المجهود ده لو في عدم توازن في الصحة؟ يعني في حاجة بيبقى في بالظبط، يعني صحة هما ليهم علاقة ببعض، ليهم علاقة.